وكما عودناكم متابعينا نرصد آراءكم حول القضية الأولى لهذا اليوم، وهي حول البسطات وتنظيم الأسواق. من الكرك ومعان والزرقاء نتابع معا الآراء التالية. أنا بقترح يعني أول شيء البسطات، أنا أحكي لك ما بتعمل مشاكل، بتعمل مشاكل. ليش تعمل مشاكل؟ لأنه ما في تنظيم. يعني أنا بقترح زي ما البلدية عملت العام أو أول العام، إنها يعني كيف بدي أحكي لك، تأخذ مثلا بدل أجار بسطة أو ضمان بسطة أو كذا، يعني تأخذ لها مثلا يعني على الموسم أو على العيد أو رمضان اللي هو، تأخذ لها مثلا 100 دينار. يعني ما يعني ما بنبيع والله، لا بنبيع ولا اشتري، ما في حركة، حتى حركة زيادة ما في. في بسطات ايام اعياد وهذا ما بتقدري، لا زبون بيقدر يجي على المحل من كتر البسطات والازمه. يعني اول شيء الاصول البلديه انه وقت الازمات انه تحل ازمه المرور عشان الزبون يدخل ويطلع براحته، هذا اهم شيء.